يوجد تعاون في مجال الفضاء بين مصر وروسيا، ايه ملامحه وهل هو مساله بتفعل في الوقت الحالي ولا لا؟ معايا على الهاتف الدكتور حسين الشافعي مستشار وكاله الفضاء الروسيه في مصر. دكتور اهلا استاذتنا، مساء الخير. يعني ربما هي مفاجاه للبعض ان هو يعرف ان في وكاله فضاء روسيه في مصر. الحقيقه احنا متواجدين من فتره طويله، التعاون المصري في مجال الفضاء مر عليه أكثر من 10 سنوات، توج والحمد لله بإطلاق القمر الصناعي المصري إيجيبت سات في إبريل الماضي 2014. هذا القمر وصل إلى مداره واستقر فيه وانتهت كل التجارب لكل أجهزته وانتقلت إدارته بالكامل للجانب المصري منذ أوائل هذا العام كتتويج لمرحلة طويلة من التعاون المصري. يعني مجال التعاون بين مصر وبين روسيا متعلق بالأقمار الصناعية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ليس هذا فقط لكنه متعلق بالنقل الكامل لتكنولوجيا الفضاء للجانب المصري. هذا هو العنوان الرئيسي للعلاقة بين مصر وروسيا في مجال الفضاء. بمعنى يعني هل في مثلا اتفاقيات محدده تم توقيعها في هذه المره، اوجه التعاون الاخرى، لو في اخبار جديده حضرتك تقدر تشركنا فيها فيما يتعلق بهذا النوع من التعاون؟ سيدتي الفاضله، الاتفاقات لم توقع في هذه المره لانها وقعت منذ اكثر من 6 سنوات مضت، وبدات بتسفير مجموعه ضخمه من الشباب المصري انقطع عن وطنه الام مصر لمده تربو على 5 سنوات، انتهوا فيها من الانتاج المشترك لاول قمر مصري روسي بالكامل اطلق ويدور الان في مدار. شكرا جزيلا دكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء.